أننا نتطلع إلى العملية يداً بيد مع مكتب الرابطة كشريك أساسي في إطار تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية اللامركزية والتنمية المحلية. وسيشكل هذا المكتب لبنة جديدة للدفع بصرح التعاون ما بين الجهات والتعاون مع الجهات الأخرى على المستوى الدولي والإقليمي، والتعاون أيضا مع الشركاء الفنيين والماليين. وأنا إذ أجدد استعداد الوزارة للدفع بهذه الشراكة مع المجموعات المحلية ومع الجهات بالذات، أعلن على بركة الله اختتام دورتي هذه الدورة لجمعيتكم العامة، الجمعية العامة لرابطة جهات موريتانيا